ولان النهارده ليله مميزه ومختلفه جدا من ليالي رمضان الجميله، النهارده هيكون معانا المبتهل والمنشد الديني محمد سالم. خلونا نرحب بيه واهلا بيك. نورنا وشرفنا، كل سنه وانت طيب. حلو الانشاد الديني والابتهالات من الحاجات المميزه جدا. خلينا قبل ما اعرف البدايه كانت عندك ازاي، خلينا نعرف الاول الفرق ما بين الانشاد والابتهال. هو الانشاد بيبقى دايما في مدح سيدنا النبي وبيبقى بايقاع، يعني معاه اله موسيقيه، ساعات بايقاع وساعات بدون، بس في الاغلب بيبقى كده. الابتهال هو تضرع لله، ما بقاش بايقاع خالص، بيبقى دايما ليه حاله كده من الشجن، وفي الاغلب بيبقى في مقام الصلاه، يعني دايما عشان تضرع لله بس يعني. اكتر. انت مبتهل؟ مبتهل ومنشد. جميل. طيب. حلو. يعني البدايه جت منين وعرفت منين ان صوتك حلو او ان هو ينفع ان يبقى في الابتهالات؟ وانا صغير كنت بروح المسجد مع والدي. كان والدي دايما بيروح الجامع العشيره المحمديه. تمام. فانا دايما كنت بروح معاه، كنت بسمع هناك انشاد ديني. كان في مبتهلين بيجوا فكنت بسمعهم، كنت بحاول اردد، ساعات بقف معاهم كورال. فعرفت ساعتها ان انا صوتي حلو، ووالدي لفت نظري وكذا حد لفت نظري، وبدات اتعلم الموضوع. عظيم. كان سنك صغير بقى لسه؟ كان لسه سني صغير. بعد كده لما كبرت حاولت اتعلم الموضوع اكتر. دخلت مدرسه الانشاد الديني مع الشيخ محمود التهامي، وتخرجت منها في الدفعه 9. بس واشتغلت في فرقه بتاعت الشيخ ايهاب يونس، كورال برضو عشان اتعلم اكتر معاه. بس وحاليا زي ما انا في الفرقه كده ان شاء الله. عظيم. نبتدي كده ونسمع بقى، وايه اللي تحب ان احنا نستهل بيه الفخر؟ زي ما تحب، عايزه حاجه لرمضان ولا حاجه عاديه؟ زي ما تحب. اللي انت عايز تبدع فيه يعني. انا عارفه انت محضر لنا النهارده حاجات حلوه، فخلينا نبتدي كده ونشوف. ممكن نقول حاجه لرمضان مبدئيا؟ يلا بينا. هي رمضان اهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، بالنور جئت وبالسرور، ولم يذل لك في نفوس الصالحين مكان. الله. هيلو. صوتك جميل جدا ومميز، يعني بحييك على اختيارك وعلى صوتك. كلمنا ازاي يعني المبتهل او المنشد لازم يكون فيه صوت ومواصفات معينه؟ المنشد ومبتهل بس لازم يكون اولا صوته كويس، فيه مرونه، ثانيا لازم يبقى قوي، ما بطلش يتدرب. لازم المنشد يتدرب دايما. لو وقف تدريب مش هيعرف يقول بالاداء اللي هو محتاج يقول بيه، زي القران الكريم كده. زي القران بالظبط، حتى بطل حفظه بينسى. بس المنشد بيحتاج مجهود اكبر، الانشاد اصعب شويه من الغنى كده يعني. ايه الحاجات اللي دايما بتحاول تدرب فيها صوتك اكتر؟ هل لازم يكون المبتهل او المنشد حافظ للقران الكريم؟ اكيد. اكيد. في هو ممكن يكون حتى حافظ حاجات بسيطه، لكن لازم يكون حافظ. وده اللي بيأهل الصوت بالظبط، عشان هي بتساعده في اللغه. كمان اول حاجه المخارج في اللغه، بتساعده في المخارج. لو اتعلم ان هو يتلو قران لازم يبقى صوته قوي، يعني بيساعده في كذا حاجه الصراحه. مين قدوتك من المبتهلين او المنشدين؟ المبتهلين والمنشدين، المبتهلين طبعا الشيخ نصر الدين طبار. الله. والشيخ محمد عمران ده هايل الجميل، والشيخ سيد النقشبندي علامة يعني. الله عليك، اختيارك
يعني عندنا مدارس، مدارس حقيقيه، مدارس جميله، اه وعلماء افاضل فعلا تركوا بصمه عظيمه. الفاشن كمان. اه يعني ما ينفعش اصلا رمضان من غير ما نسمع اصواتهم الجميله وابتهالاتهم. خلينا نسمع اكتر منك، انا عايز تسمعنا ايه كمان؟ ممكن نسمع مولاي. الله، يلا بينا. بسم الله. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوز به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قوم بالليل، والأسحار ساجدة أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضا في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك، ومن سواك، ومن سواك، ومن سواك، ومن سواه يرى قلبي واسمعه. كل الخلائق ظل في يد الصمد، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، فاقبل ذلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي، وانظر لحالي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي. الله، هاي يا محمد بجد، يعني عارف حالة كده جميلة جدا عايشتها لنا، ورجعتنا كده الأيام الجميلة بنسمع فيها مولاي. ما ينفعش رمضان من غير مولاي، والحقيقة أنت صوتك كمان مميز جدا. شايف أنه يعني في مقامات معينة طبعا للمنشد أو المبتهل، وفي حاجات معينة بيحتاج أنه يعلى بالمقام وينزل بالمقام، يعني أكيد ولازم يتدرب عليها ويتعلم. أنا حاليا بتعلم مقامات عشان أقدر أطور من نفسي في الإنشاد وفي الإنشاد، عشان ده هيدعمني جدا في أن أنا أقدر أتنقل بين المقامات بين الطبقات، الموضوع يبقى مريح بالنسبة لي. بس جميل، الابتهال بيحتاج كمان حنجره معينه. اه
التهال بيحتاج هو شجن. فهو الواحد طالما حاسس الكلام خلاص هيقول، يعني طالما هو عنده الامكانيات انه يقول وحاسس الكلام، اللي بيحس ويطلع الكلام من قلبه بيدخل في القلب. فالابتهال دايما جميل، انا بحب الابتهال الصراحه. الاحساس دي من الحاجات اللي يعني كتير من المرشدين اتفقوا عليه. اه طبعا، اللي ميز سيدنا الشيخ نصر الدين طوبار احساسه بالكلام. احساسه بالكلام دايما بيوصل للناس الكلام اللي هو محتاج يقوله في الابتهال. وانك حبه، يعني حبه الحب جداً. والاحساس لما بيمتزجوا في الابتهال اعتقد بتوصل الرساله وتوصل الكلمات جداً. اسرع جدا. شايف انه يعني النهارده عشان المبتهل او لاي شاب النهارده بيشوفنا وعايز يبقى مبتهل او منشد، نصحه ان هو يحتاج يدرس اكتر، ان هو يدعم نفسه ازاي؟ اولا يسمع، يسمع يسمع كتير. انا نفسي بسمع ولسه هسمع، بسمع كتير. يسمع بعد كده يتدرب، يحاول يشوف شيخ يعلمه، ما يزهقش. بس عدم الملل هو ده اللي بيحصل مع شباب كتير. وكمان يبقى حابب الملل، ما يبقاش الموضوع بالنسبه له ان هو عايز يقول عشان صوته حلو بس، لا هو حابب يقول. لو حب اللي هو بيقوله هيقول احسن من اي حد. يعني الواحد ما يبقاش معجب بصوته وخلاص، انا لازم يبقى ليا هدف بالزبط. لازم ابقى حابب الحاجه بالظبط. وبعدين ما تحسش ان النبي لو ما اتقالش وانت حاسه ان انت بتقولي الكلام فعلا لسيدنا النبي وشايفاه مش هتحسيه ولا هيطلع حلو. وده يمكن لكتير جدا من الشباب يفتقدوه، انه الملل السريع زي ما انت قلت، انه يدخل في حاجه زهق خلاص عايز يغير، حد قال له كومنت حلو فعجبه فقال لك اقرب بالظبط. وده اللي يمكن بيخلي الواحد ما بينجحش في حاجه. انت عايز تنجح استمر في الحاجه اللي انت اخترتها واللي حاسس ان يعني صوتك يناسبها، انك مقاومات اللي عندك كلها تنفع فيها، وانك لازم ما تملش زي ما انت قلت بالظبط. سمعنا ايه كمان؟ ممكن ابتهال. يلا بينا. بالله ايماني وفيه رجائي، بالله ايماني وفيه وإلى دعاء وإلى دعاء ضراعتي ودعائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه فإذا دجى ليلي وطال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب ناديت يا رب فكنت ضيائي. يا الله جميل يا محمد، وجد بنحييك على صوتك الجميل ده، ومبسوطين بوجودك معنا النهارده عشان نحيي فعلا ليله من ليالي رمضان. وخلينا نقول بقى كده اخيرا وليس اخيرا، ايه طموحك؟ تطمح لايه في الفتره اللي جايه؟ نفسي امتهى في الاذاعه. يا الله، ده بالنسبه لي اكبر يا رب يا محمد ان شاء الله باذن الله. دي المحطه اللي انت بتتمنى ان شاء الله توصل لها وابدا منها كمان ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله
يعني صوتك الجميل يؤهلك لده، وان شاء الله باذن الله كمان طموحك الجميل، يعني ان شاء الله الشباب الطموح دايما الحمد لله مش اي عقبه بتقف قدامهم بتخليهم يحققوا كل احلامهم. بشكرك شكرا جزيلا المبتهل محمد سالم، نورتنا، شرفنا بوجودك النهارده معانا. نورت يعني دقيقة. انا بشكر كمان كل مشاهدينا الكرام النهارده، ويعني بتمنى تكون اسعدناكم النهارده في ليله جديده من ليالي رمضان، ويعني كان معانا اصوات مميزه، كان معانا فقرات مختلفه، لسه هنكمل معاكم ان شاء الله طوال ليالي رمضان، وكل يوم هنكون معاكم مع فريق عمل جديد، والى ان نلقاكم في لقاء جديد. استودعكم عنايه الله وامنه التي لا تضيع دعاء، والسلام عليكم.